ليك خلينا بس بس لنقول إلي جلادي كان إلي جلادي ينزل على الطريق هالجمعة ويشوف عن موضوع الرئاسة لأنه بعدنا نحن عايشين بالفراغ الرئاسي فعلا. بس هذا منه أكبر شيء منه أكبر مشكل بالبلد. أكبر مشكل بالبلد رح نشوفه من بعد ريبورتاج إلي جلادي. بس مشكل الرئاسة مشكل كبير وإلي جلادي كان إلي جلادي ينزل على الطريق ويسأل عن الرئاسة ونشوف العالم مين انتخبت. نروح نحن هلأ بمنطقة طرابلس ورح نخلي العالم تنتخب لحتى نشوف مين بده يطلع رئيس جمهورية. شباب صبايا كل حدا بده ينتخب بيروح ورا الستارة بينتخب بحط الورقة بقلب الصندوق وهيك مننتخب رئيس جمهورية. جاهزين؟ جاهزين. يلا اللي بعده تفضلوا يا أهلا وسهلا. إن شاء الله منشيب رئيس جمهورية يا رب. أستاذ بتحب تنتخب رئيس؟ مطعم. تفضل. مطعم؟ شو خاص مطعم؟ بدك تنتخب رئيس؟ مين بدك؟ فودي الجيش. وأنا طلعت برا. لا أنت فور إيفر. أنا؟ فور إيفر. بدنا ننتخب رئيس شو؟ انتخابات من البرلمان ولا من الشعب؟ لا من الشعب صرنا هلا. الله راد هلا أصواتكم هي رح تعمل رئيس. لا حاجة بقى مضبوطة يعني. ولو أستاذ نحن عم نمزح شو مفكرنا برنامج اسمه كتير هالقد على ام تي في عم نمزح؟ لا نحن عم نحكي جد. صراحة أنا أول ما شفتك قلت هذا هو الرئيس للبنان، هذا هو المنتخب. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي جلادي هو اللي معيشنا هو هو اللي مطعمينا هو هو القلب الابيض هو هو الريس هو هو سعيد شباب هيدي اول مره اللي جلادي بفوت بصور بعين الرمال بهمني اعرف بس انتم مين بدكم رئيس زي عين الرمال هيدك ما بتعرفها لا انا بس عم بسال بس الدكتور سمير جعجع بدي الي جلاده ليش بدك الي جلاده بس بضحكني بيونسني بخليني احس بشيء ما بحياتي حاسه لا بس ما بدنا اياها تتطور العلاقه او اصلا انا مش مرتاح شباب أوكي. شوفوا شو بدكم تعملوا فيه خلي يحس على دمه شوي يا شباب طولوا بالكم يا حبيبي يا قلبي طولوا بالكم نحن بس بدنا نعمل انتخابات بس يا رب حلو اكسبيرينس حلوه اذا الحكيم بده رئيس توافق ايه ما قلنا غيرك ابو الليل يا باطل شباب انا طالع على النبطيه هلا على امل انه اربح لا هون حتربح يا حبيبي قولوا الله ان شاء الله نهرك هتربح ان شاء الله بطلع رئيس منعمر بلد نحن وياكم كيف لك هيك اكيد اكيد منعمر بلد اكيد يا كبير منعمر بلد نحن وياكم حبيب قلبي حبيب قلبي انت بقلبي كلكم بقلبي شباب انا من وراكم رح اطلع رئيس جايز بونجور سافا مشاهدينا الكرام وصلنا انا بطيه انا بطيه بطيه سافا تو تي بيان شد الحنك شوي عشان ما نسخف المواضيع جايز تغيرت يا ايلي والله بتغيرت يا ايلي شد لي براغيك احسن ما تعوجك يشو كيوت لك بيحكوا مين علي انت علي 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 تي مي موك بوكو تي مي موك يلا خلاص حبيبي شد حالك شوي انتم مين بدكم رئيس جمهورية لبنان نبيل بري شو بكم هذيك المرة على انتخابات امريكا طلعتوا الرئيس بري شو خص امريكا بالرئيس بري يلا بنروح بنعمل الانتخابات وبنشوف مين بيربح يلا بس وين دلون لان مش قاشع صدقني ما في غيره بيجي رئيس نبيه بري نبيه بري قال قصدي عم بقول انه نبيه بري قال هو قال نبيه بري شو بقى لا انه انت قلت نبيه بري يلا كفي شغلك هيك بتكون خلصت انتخاباتنا لليوم ختمنا بالنبطية وهلا نحن وياكم رح نفرز الاصوات لحتى نشوف مين طلع رئيس جمهورية لبنان نبيه بري هيفا وهبة مثل ما شايفين 99 صوت لإلي جلادة 99 صوت لنبيه بري وصوت لهيفا وهبة والورقة الأخيرة يلي رح تحسم هي مبروك إلي جلادة رئيس للجمهورية نبيه بري وبس شباب 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 أنا أخذت 100 صوت ونبيه بري 99 أنا اللي ربحت نبيه بري اللي ربح لو بشك براسكم 100 ريشه نبيه بري ما حيجي رئيس جمهوريه
لا 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 يا حبيبي طب ما في ما هو بالقانون ما بيقدر يا حبيبي بالقانون ما في قانون مع الرئيس بري ولا هشام اذا بدك اياه تعا جيبه حطوه حطوه انا ما عملت شيء معه انا بعد رئيس انا خلو ما بدي اياه للامانه ما بدي اياه يعني الي جلادي بدي اعتذر على الحلقه الجايه ما راح يكون معنا راح يكون بعده بالنبطيه عم يعني عم بيضربوه فيه عم بيشقوه يعني عم بيضربوه فيه يعني عم بيعملوا عاشوره قبل انه قبل بوقت تعرف كيف الله يرحمه يلا شو بدنا نعمل وكمان عايش كثير وشاف المجد ونجح كثير اللي قاله ما بينقال واللي قاله ما بينقال يصفي كل واحد بيتحمل مشاكله بس هذا ما كان اكبر مشكل بالبلد ابو جيك